السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة، وإنجاز تاريخي جديد يضاف لإنجازات النادي الأهلي التاريخية اللي مش هنخلص منها وخلاص مش عارفين نروح فين منها وزهقنا بقى وخلاص. يعني أنا عندي سؤال للأهلوية، معلش بس بجد يا جماعة، أخواتي الأهلوية كده، حبايبي أخواتي، عندي سؤال صغير بس كده وخدوه بصدر رحب، معلش، ما بتزهقوش تاني؟ ما بتزهقوش؟ ما بتزهقش من كتر البطولات؟ ما بتزهقش من على طول كسبان كسبان كسبان، بطولات، انجازات، تكسير ارقام قياسيه، تحطيم ارقام اسطوريه، وشك في الحيط وقفك ليا، ما بتزهقش؟ معلش بس كلمه وشك في الحيط وقفك ليا دي مش بتكلم على حد انا، دي وزن وقافيه، انتوا كلكم على دماغي وانتوا عارفين وزن وقافيه، يعني خلاص يا عم وشك في الحيط واي حاجه بقى، وكتفك ليا اي حاجه، انا بس بقولها وزن وقافيه، انتوا عارفين انتوا كلكم على دماغي والله العظيم. فما بتزهقش يعني، انت ما بتخنقش كتر بطولات بطولات يا جدع، ده اللي بيقعد ياكل في حاجات حلوه كتير بيجزع يا جدع، ما بتجزعش، مفيش قرفت بقى كفايه بقى، انا عايز اخسر شويه، في ايه يا عم الحاج؟ دوري مصري، في دوري ابطال افريقيا، في كاس، في داخل السوبر، هتاخد الاثنين سوبر، انا عارف هي ماشيه يابا سالكه ما شاء الله، اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما شاء الله ولا قوه الا بالله، سالكه، عارف اغنيه اسمه حسن شاكوش؟ ما شاء الله يابا، وخش سوبر مصري، هات سوبر افريقي، ما فيش مشكله والله، ده اللي ناقص، كاس عالم الانديه وتاخدوه بقى، تخيل تبقى معجزة القرن الافريقي. اخ يابا ما تنساش يا معلم وتتفرج عليه كده، لو مش مشترك في القناه انزل اشترك، يعني مش تبقى انت والاهلي عليا، انزل اشترك في تحت زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب واشترك، دوس عليه وجنبه جرس على الجرس واختار اول اختيار، بس مش تعمل لايك. انجاز تاريخي جديد بيحققه النادي الاهلي عشان يقهرنا بيه، النادي الاهلي في المركز الاول عالميا، ركز قوي معايا وصحصح كده وفوق، النادي الاهلي في المركز الاول عالميا من حيث تحقيق عدد من البطولات الثلاثية المحلية والقارية. هتقول لي ترجم يا استاذ عمرو، اقول لك عيننا الجوز يا معلم. بص يا بيه، طبعا ترجم يا استاذ عمرو دي مش معنى كده بقول لك قول لي استاذ قول لي عمرو عادي، ولكن برضو في سياق الكلام يعني نركز مع بعض، مش هنرفع بعض على الكلمه يعني، صح عشان برضو مش تبقى انت والاهلي يعني، ماشي، كفايه. المهم انا اسمع الاخبار دي من هنا يا معلم، بصوا بفرح جدا للنادي الاهلي، انتوا عارفين يعني، حد يفرح لكم زي يعني الترنج الاورنج اللي بلبسه على طول ده، هو ترنج يعني، لما باجي ابقى لابسه دايما التيشيرت ده ولا الترنج ده، الاهلي بيكسب دوري ابطال افريقيا، زمالك واهلي نهائي الكاس، الاهلي كسب امبارح كاس مصر على طلائع الجيش، الاهلي كسب، يعني ما بحرمش، فانا بفكر ان انا اولع في هذا الترنج السيء، وحد برضو امبارح كاتب لي ان انا انت كده بتتشائم وبتتفائل وده تطير وده غلط وحرام، ويا جماعه هو بس الموضوع، معلش اوضح حاجه، انا مش موضوع تشاؤم متفائل خالص، انا كنت واخد الموضوع بهزار يعني، انا بس واخد الموضوع بهزار عشان بس محدش ياخد الموضوع جد ويقول لي انت بتتشائم وتتفائل وانت ازاي تقول كده وده حرام والتطير حرام، انا ما بتطيرش ولا بتشائم ولا بتفائل بالموضوع ده خالص، وده يعني انا اخر واحد اتكلم في موضوع او اقتنع بموضوع التشاؤم والتفاؤل ده والكلام ده كله، هو تفائلوا بالخير تجدوه، ده اللي نعرفه مش اكتر من كده، وديننا معلمنا كده، فانا الموضوع واخده بهزار، فمحدش بس يزعل ان انا واخده ويقول انت واخده بجد، انا واخد الموضوع بهزار تماما يعني، واعذرني على الضلمه دي معلش. فيا سيدي نفاجأ ان النادي الاهلي الاول على العالم بالتساوي مع نادي اوكلاند سيتي النيوزيلندي، تقريبا النادي تقريبا نيوزيلندي حاجه كده، نيوزيلندي بقى، هو بلد غريبه كده، نيوزيلندي تقريبا، في تحقيق الالقاب المحليه القاريه الثلاثيه، والله يا جماعه
مش ممكن والله. يعني حقق 3 مرات ثلاثية بالتساوي مع اوكلاند سيتي اللي حقق 3 مرات ثلاثية. ده اوكلاند سيتي ده حقق 3 مرات في تاريخه زي الاهلي 3 مرات في تاريخه. محدش يقول لك 2 ولا 4 هم 3. تاني محدش يقول لك 2 ولا 4 هم 3 بالمسمى الجديد لبطولة دوري ابطال افريقيا وليس بالمسميات جميعا. بالمسميات جميعا هم 4 ببطولة اللي هي كأس الكؤوس دي ماشي، ولكن بالمسميات الحديثة بالثلاثيات بالهيئة العالمية للإحصاء هو الأهلي بحقق 3 ثلاثيات في العصر الحديث اللي هم 2005 2006 2006 2007 موسم 2005 2006 2006 2007 والموسم الحالي ف اللي هو 2019 2020. ف هو وأوكلاند سيتي الأول في المركز الأول لوحدهم خالص، بعدهم بقى يجي أندية العالم التانية اللي حققوا مثلا ثلاثية مرتين في تاريخهم ومرة في تاريخهم، وتحت الأهلي بقى تلاقي برشلونة وريال مدريد وإي سي ميلان ومش عارف إيه وإيه 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 تحت الأهلي. يعني النادي الأهلي الأول على العالم في تحقيق الثلاثيات. متخيل يعني على العالم يا معلم؟ أنت متخيل يعني إيه على العالم ولا مش متخيل؟ وأنت مش فاهمني أنا أقول إيه؟ الموضوع يا جماعة مرعب، الموضوع مرعب ومحبط. يعني انا كراجل زملكاوي الموضوع مضايقني، مش مضايقني ان الاهلي بياخد بطولات ولا ان الاهلي بيعمل انجازات، لا عادي ده بعتبره كانه يعني لا ناس بتجتهد وبتكسب وخلاص يعني، لكن مضايقني ان احنا كمان ما بنعملش كده. انت متخيل احنا طالعين بموسم صفري السنه دي يا معلم؟ حتى السوبر اللي كان نفسي نلعبه القاعدة او اللايحة بتقول ان نهائي السوبر او بطولة كاس السوبر بتلعب ما بين طرفين بطولة الكاس، يعني البطل الوصيف، يعني الاهلي وطلاع الجيش، يعني الزمالك اوت مش موجود يا معلم. انت متخيل يا معلم ولا مش معايا؟ يعني الزمالك اوت كده، الزمالك مش معانا في بطولة كاس السوبر، الاهلي وطلائع الجيش، موسم صفري للزمالك. وانا مقلق الموسم الجاي والله من التغيرات اللي بتحصل دي، مقلق جدا وخايف ومش متفائل بالموضوع ده. يعني طبعا تفائلوا بالخير تجدوه، ولكن خايف طبيعي، ما انا بني ادم ما لازم اخاف. حاسس ان الزمالك هيبقى فيه تخبطات كتيره والدنيا هتبقى مش مريحه، ومدرب باتشيكو هيمشي ومش هيكمل وهيشوفوا مدرب تاني وحد تاني وهيجي وهيقعد يجرب لعيبه من اول وجديد، ويبقى الموضوع غريب جدا. ربنا يسترها والله العظيم، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله عقبالنا كده باذن الله. وكان معاك اخوكم عمرو عاطف من قناه صاحب الكوره، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.